العمرية المهمة اللي كتحتاج منا دائما واحد الاهتمام خاص. فصباح النور للجميع. واليوم صراحة ماشي فقط غير المسنين، غادي نحاول نتكلموا بشكل عام على يعني الأشخاص اللي كيعانيوا من مشاكل الجهاز الهضمي، خصوصا بعد تغيير النظام الغذائي خلال فترة ديال عيد الأضحى على صحة الجهاز الهضمي. كتعرفوا أنه كيحدثوا بزاف ديال المشاكل، والناس وقعوا لهم مشاكل كثيرة في الجهاز الهضمي ديالهم بسبب يعني تناولنا واستهلاكنا لبعض الأطعمة اللي ما كنكونوش مولفينها في العادة وفي الحياة اليومية، مثلا الدهون، اللحوم أو بعض المقليات إلى غير ذلك. فهذا شيء يقدر يسبب لنا مشاكل هضمية اللي شفناها وعانوا منها كثير من الناس. فإحنا غادي نحاولوا على قدر ما استطعنا رفقة الدكتور ديالنا أستاذة خديجة لامع، اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي، اللي منورنا في بلاتو لالا فاطمة ومشرفنا أول حضور لها في بلاتو البرنامج. نقول لها صباح الخير. صباح الخير وعواش مبروكة دكتور. علينا وعليك بصحة وسلامة إن شاء الله. كي دوزتي أجواء العيد؟ الحمد لله ساسي بيان باسي، الحمد لله. الحمد لله. بحكم انتي مختصة وانا سولت قبل مباشرة القضية هذه، قلت شوف راه حنا كنا طلقنا العنان، يعني كنا خربقنا، كنا كلينا، كنا طقنا، الحمد لله وله الشكر. فكيفاش كضبطي انتي الامور ديالك كطبيبة اختصاصية في الجهاز الهضمي اللي خصك تعرفي ما لك وما عليك وانك مع المشاركة مع لمة العائلة؟ فالمناسبات كتدخل في الأجواء ديال العيد، سي نورمال كتكون مع العائلة مع الأصدقاء ديالك، ولكن في نفس الوقت أنا كنظن بأن النظام الغذائي هو عادة كتولي عند الإنسان، وخا تكون مناسبات وخا يكون بحدو مع العائلة كتولي عادة صافي، كتضبط راسك براسك وصافي. برافو لك، انا بدا نحييك من هذا المنبر لانك قدرتي تقاومي ما يجي ما يتسالك. واخا كتكوني مولفه واحد الروتين، ولكن كتجي لما العائله كتجيك صعيبه انك تقول لهم لا ما بغيتش وما نقدرش نكمل. ما نقدرش تقول لا، كتشارك ولكن ديما بالقياس، ديما الاعتدال. الاعتدال هو الاساس ديال الصحه ديال الانسان، هو الاساس ديال المجتمع كامل. اكيد حبيبتي، فاحنا غادي ناخذ من عندك النصيحه. المستمعين ديالنا مرحبا بكم، شتو خذوا القدوه، ضروري الاعتدال في كل امور. ارقامنا 0522 31 33 33، او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00. هادو هما ارقام ستاندارد ديالنا المفتوحه الا حبيتوا تشاركوا معنا في الموضوع. بانوا لكم بعض العلامات او بعض الاعراض اللي عانيتوا منها. انا بدا في المحيط ديالي كثير ديال الناس كان عندهم مشاكل الجهاز الهضمي، حنا غادي نحاول نفسروها ونعرفوا شنو اللائحه ديال مجمل الامراض اللي كتكون وعلاش كتكون، وبطبيعه الحال غادي نحاولوا نعطيهم حتى النصائح والعلاجات. اكيد غادي نحاولوا نشوفوا مع الطبيب المختص كيفاش ممكن دكتور انه ياثر تغييرات النظام الغذائي خلال فتره العيد، خصوصا العيد الاضحى بالخصوصيه اللي فيه، على صحه الجهاز الهضمي. الوغ بالنسبه للمناسبه ديال العيد الاضحى، السيمه ديالها لان الانسان كيستهلك بزاف اللحم داكوغ، واحد الكميه كثيره اللي ما متعوداش الجسم على مدار نقولوا على مدار سنه. وهذه الكميه الكثيره بيان سو غيكون عندها عواقب على الصحه ديال الانسان، الهضمه كيكون شو هذاك، بحال الخدمه ديال المراره وديال البنكرياس كتولي كثيره، الخدمه على الكبد كتولي كثيره. دونك هاد الشيء كيؤدي المشاكل في الجهاز الهضمي. دونك الكميه الكثيره الاستهلاك المفرط هو السمه الاساسيه ديال الامراض اللي كتجي في هذه المناسبه. والحمد لله حنا عندنا واحد الموروث جميل ياك، وعندنا تقاليد في تحضير بعض الانواع ديال الاطعمه اللي كتكون خاصه سبيسيال في هذه العيد الاضحى. ياك دكتور ابتسمتي وشعبتيني اش كنقول. هذه الاطعمه تقدر تسبب لنا مشاكل هضميه خلال هذه الفتره هذه ديال الاعياد، فكيفاش غادي نتجنبوا هذه المشاكل علما انه خصنا ضروري نشاركوا ونتناولوا هذه نوعيه الاطعمه؟ مثلا نقولوا يبوا الفاف من النهار الاول، تقليه من موراها شويه، اللحم الراس شويه، التوجنات شويه الدسيمه، كيفاش ممكن ان احنا نذوقوا بلا ما نتعداو؟ اكزاكتوم. الوغ كيف ما ذكرتي الاطعمه كاينين بزاف ديال التقاليد، بزاف ديال لي غوبا اللي كاينين. كل واحد انا كنظن بان طريقه الطهي ياك الوقت ديال الاستهلاك ملي كيكون وقت متاخر باللي العشوات كيديروا العراضات اكزاكتومون، ملي كتكون الاستهلاك ديال اللحوم بوحدها من غير ما يكون معاها الخبز الكامل، من غير ما يكون معاها الالياف، هادو الخضار اللي غيعاونوا الهضم اللي غييسروا الهضم، بيان سور كو غادي يؤديوا للمشاكل ديال الجهاز الهضمي. طريقه الطهي كتلعب تاي دور مهم، الشوا
الهضم ديالو صعيب بالنسبه ل باغ اكزومبل الطاجين. الطاجين اللحم كيبقى بالمكونات ديالو وكيبقى بالمنافع ديالو، ماشي بحال الشوى اللي كيكون زعما صعيب باش يتهضم. دونك طريقه الطهي، الاوقات، المده الزمنيه ما بين غوبا وغوبا، ما بين وجبه ووجبه، اللي كتكون اقل من 3 السوايع ما كنخليوش المجال للجهاز الهضمي انه يهضم. اكزاكتومون وانت هذا عامل حتى هو ايضا، يعني كتعرفي بعض المناطق والعادات اللي كيقدر يتغدى جوج غداوات، يتعشى جوج عشاوات، ياك يفطر جوج فطورات، تبارك الله. واحد ساعتين الماء كان كتلقاه كياخذ غوبا الموالي، لا ما يمكنش، وهذا كيشكل مشكل كبير. نفسروا بعدا شويه الفكره ديال كيفاش ممكن انه عمليه الهضم ديال اللحوم. دكتور خديجه لامع، شحال الوقت خصها باش الجهاز الهضمي كيقدر انه يهضم جيدا؟ المينيموم واحد 4 ديال السوايع. 4 السوايع، 4 السوايع ما بين وجبه ووجبه. اقل حاجه هي 4 السوايع اللي كتخلي المجال للجهاز الهضمي انه يهضم، يتم الامتصاص المناسب ويكون أهل باش يعاود يستقبل وجبة واحدة أخرى. قل من 3 سوايع، قل من 4 سوايع كيكون شوية صعيب. صعيب. طيب. أكيد بحكم التخصص ديالك طبيبة اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي، ما غاديش يخليوك على خاطرك، ياك غادي يعيطوا لك، ولا في ظروف ديال عيد الأضحى غادي يستشروا لأنه كانوا أعراض وكانوا مشاكل صحية. أبرز المشاكل اللي شفتيها واللي عينتيها ديال الأمراض الهضمية في الظرفية هذه ديال العيد، شنو هي هاد الأمراض؟ ناخذوا فكرة. ألو، هما كيكونوا خاصة حالات في المستعجلات. داكوغ، كيجي الإنسان سواء في حالة ديال الغثيان، سواء الحياة ديال القي، ديال الإسهال، سواء الأوجاع، الألم البطن، هادو هما الأعراض الشائعة ديال المستعجلات. وهذا الشيء كيكون كيف ما قلت لك نتيجة ديال استهلاك مفرط ديال اللحوم، اللي ما مخزناش مثلا نفرض بطريقة مزيانة، اللي مثلا ما تمش الطهي ديالها بطريقه مزيانه، وهذا الشيء اللي هو اللي كيسبب خاصه هاد الاعراض ولا الكميه الكثيره ديال الاستهلاك. ديال استهلاك الاكل، هادو غير بالنسبه للناس العاديين، عادي عندهم يمكن سابقه مرضيه كتفاقم عليهم الحاله المرضيه ديالهم. مثلا شنو بين الامراض اللي كتزاد؟ اللي كتزاد الكوليسترول. الناس اللي كيكون عندهم الكوليسترول، اللي كاين عندهم ارتفاع ضغط الدم. الكوليسترول كل ما استهلكتي وجبه فيها دهون مشبعه كثيره كيضر بان كتأدي أن الإنسان ترتفع نسبة الكوليسترول عنده، وهذا الشيء كيعرضه لنوبات، النوبات ديال القلب، ديال المشاكل اللي يقدر أنه يمشي كونسولتي في المستعجلات، يستشر في المستعجلات. طيب دكتور حاضر معنا دكتور خديجة لامع، مستمعينا العزاز الناس اللي يلاه انضموا لينا وبغوا يعرفوا الموضوع علاش كنتكلموا، لأنه الظرفية هي اللي حكمت علينا نختاروا هذا النوع من الموضوع، لانه جاونا كثير طلبات صراحه، والدكتور غتاكد هذا الموضوع هذا من خلال الاستشارات الطبيه اللي كتكون كثير على تخصص امراض الجهاز الهضمي. بحكم الاجواء ديال العيد الاضحى سعيد الحمد لله، نتمنى تكون دازت مزيانه بلمه الاسره بالرزيق ديال كل الاسره الحمد لله، فرحه الوليدات به. كيفاش تاثرت علينا هذه الاجواء، خليناها يعني ماشي ايجابيه ولكن بالسلب في تغيير نظام الاكل ديالنا، سبت لنا بعض المشاكل الهضميه اللي كتعطينا علامات واعراض اللي خصنا ننتبهوا لها، ياك دكتور؟ والعلاج ديالها خصو يكون ضروري فوري، يعني مباشره من بعد نعرفوا شنو كاين. شنو من الاعراض الشائعه الكثير الكثيره اللي كتقدر تكون عند الشخص واللي يقدر يصبر فيها شويه، ولكن الا كانوا شي اعراض ما خصوش يتهاون، خصو يشوف تشخيص. داكو، ملي كتكون ملي كيكون مثلا اللي كيحس بالحمى، تقدر تجيب الحمى. اكزاكتومون. الاسهال الحاد، القيء الحاد، هادو هما الاعراض اللي كي يقولنا راه الانسان راه غالبا يكون في حاله تسمم. داكوغ، هادو ايميدياتمون خص الانسان يمشي يشوف طبيب في المستعجلات، يستشار. طيب هنا عاوتاني كيكون واحد الفتره ديال كيفاش كنتعاملوا، كتكون ديك نقول بعد الجستيون هاتك الشيء
دونك في الاول تيقول لك غنلقى الحل خصني ناخذ دواء غندير شوف غتهددني شويه ما عرفتش شنو غادي ندير باش نقدر نحل المشكل مؤقتا حتى كتفاقم المساله. فشنو ممكن انه بدنا نقدروا نتعاملوا مع هذه المشاكل اللي كتكون مره يعني ماشي كثيره ماشي كثيره وماشي عاوتاني صعيبه في الالم ديالها؟ شوف يقدر الانسان يحس غير ب يحس غير ب مثلا الامساك افتراضا على شائل الامساك جاء قط مسكين وما مولفش به يحاول انا نقول لك حوايج طبيعيه لاي اي انسان يقدر يستعملهم في البيت ديالو من غير ما يلتجئ للادويه. داكوغ عنده القبض يقدر ياخذ غير مواد طبيعيه الشريحه البرقوق ديال الطاجين ياخذ واحد ثلاثه الحبيبات في الصباح كيسرح الكرش ديالو وفي نفس الوقت خصو ايفيتي خصو يتفادى كامل المشاكل الأغذية اللي أنه قد تفاقم له القبض بحال الخلسو بحال المعجنات هادو كاملين غي كرفصوه من ناحية القبض. دونك هاد الشيء هادو وسائل طبيعية يقدر يستعملهم الإنسان يشرب الماء خصو يتحرك مزيان جينيرالمون سي سا وكتفوت حموضات المعدة هذا الكثير عاوتاني فهاد العيد ارتجاع المرئي والله الحرقة والحموضة المعدة ناري كليت جاتني الحرقة كليت جاتني الحموضة هاد الوصف كتجي بزاف عند كثير كتجي بزاف. انا بالنسبه للارتجاع المرئي هو واحد المرض اللي شائع عند الناس وديما كنقول خصنا نلقاو واش كاين مسبب أساسي ديال الارتجاع المرئي اللي كيخلي الإنسان عرضة وخا ياخد ماكلة زايدة غوبا ليكستيريور شي ماكلة كلا على برا كيتأثر دغيا مخصوش يتأثر دغيا خصنا نلقاو لا باز نلقاو المشكل الأساسي خصو يداوى بحال جرثومات المعدة خصنا نداويوها باش الإنسان المعدة ديالو لي سيكريسيون الإفرازات ديالها يكونوا مزيانين وما يطيحش في الاحتمال ديال الارتجاع المرئي. يعني هو موضوع في حد ذاته خاصو تشخيص وخاصو علاج باش الانسان واخا في المناسبات واخا في العيد واخا في الخروجات ديالو ما يطيحش في هذا المشكل ديال الارتجاع المرئي. وملي كيكون الارتجاع المرئي المزمن في هذا الاحتمال خص الانسان ديك الساعات خصو يراقب النظام الغذائي ديالو خصو يراقب حتى النوم ديالو كيفاش كينعس الغوبا ديالو العشاء ديالو خصو يكون بعد على النعاس ديالو بأقل واحد 3 سوايع خصو المخده ديالو تكون عاليه على المستوى ديال لولي. يعني هادو دي ميزور هيجينو ديتيك خص الانسان انه يتبعهم حيت كيولي واحد المرض اللي تاب اللي كيبقى معاه الحياه ديالو الى هالدرجه. اكزاكتومون سي با ماشي واحد المرض اللي ساهل واحد المرض اللي كان سابو عنده واحد التاثير على النفسيه ديال الانسان. ولو ان الوتيره كتجي غير مره الى كثر ولا الى ثقل ولا خربق في النظام لا انا كنهضر على ملي كيكون مرض مزمن اما ملي كيكون الانسان غير الى ثقل هذا خصو غير يعالج لا باز وما يبقاش يطيح في هذه المساله. واخا شكرا لك دكتور خديجه لامير اختصاصيه في امراض الجهاز الهضمي منورنا في بلاتو برنامجنا لاله فاطمه اليوم. مرحبا بالمكالمات ديالكم مستمعينا مرحبا بالتساؤلات ديالكم اللي عندكم اي استفسار ترى لكم اي مشكل من هذا النوع ديال مشاكل الجهاز الهضمي مع الظرفيه ديال الاحتفاليه ديالنا بعيد الاضحى سعيد بغيتوا تعرفوا تفاصيل اكثر او علامات بانت لكم ما كانتش ملفه كتجي وبغيتوا تعرفوا يمكن في انتظار انكم تشوفوا الطبيب المختص فما كاين حتى مشكل بالعكس هذه امكانيه وفرصه انكم تستشروا مع الدكتور مباشره. ارقامنا 05 22 30 30 00 رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33 لقاءنا ربط مباشر ومرحبا بالاسئله ديالكم. طيب في انتظار انه ناخذ دفعه من الاسئله دكتور غادي نكمل يمكن الفكره ديال البكتيريا النافعه كنعرفوا الدور ديالها في عمليه الهضم ياك دكتور وبالتالي انه لما كناكلوا شي اكل للمعده ما مولفاش هذه البكتيريا النافعه كتهي كتاثر ف كيفاش تفسري اضطراب ديال توازن البكتيريا النافعه في عمليه الهضم؟ داكوغ البكتيريا النافعه واحد العضو نقدروا نسميو عضو حتى هو داخل في الجهاز الهضمي اللي كيساهم سواء الاستفاده من الاكل ولا العكس إلا كان اضطراب فيه إلا كانت مشاكل ولا إلا كانت ما كيبقاش عندنا خدام هاد العضو. ألوغ بالنسبة كاينين واحد العادات الماكلة الدوايات اللي كياخذ الإنسان كامل هاد الشيء مع عوامل اللي قدر تأثر على البكتيريا النافعة وبذلك ما كنقدروش نستافدوا من الماكلة وكيبداو مشاكل الجهاز الهضمي مشاكل الامتصاص مشاكل القبض مشاكل
مشاكل يعني كتأثر بشكل كبير. طيب حضرتي معنا اتصال، غادي ناخذ سي يوسف من فاس. شوفوا شنو السؤال ديالو. سي يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام. جمعة مباركة سيدي علينا وعليك. مرحبا. كل شيء بخير. شكرا لكم وشكرا للدكتور على التوجيهات والنصائح. مرحبا سي يوسف، هذا واجب. تفضل، كي داس الامور ديال العيد مزيان؟ الحمد لله سلام. انا ما كنتش من الحمد لله. يعني ما خربقتيش انت، شديتي النظام. برافو عليك. لا 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 ضروري. تفضل تفضل دكتور معك. والله انا كنت غير واحد التساؤل عندي. انا سبحان الله ما تعشاش شي حاجه خفيفه، ولكن الا مشيت كليت غير شي حاجه ثقيله غير شويه كتجيني الحرقه بزاف. يعني ولفتي انه بالليل ما كتاكلوش، من نهار كتاكل كتضرب. اي كنت خديت واحد الكينه وما بقاتش كتجيني الحرقه، ولكن ما بغيتش انا ناخذ الكينه زعما ماشي بغيت نستمر عليها مثلا انا، ولكن انا كندير واحد الاشكال ما عرفتش واش هو اللي كيعطيني. مثلا ما كنتغداش الوقت، كنتغدى حتى المول العصر. هذاك الغداء بحال اللي صافي كنتغدى وكندير كلشي، هو هذاك ما عرفتش هذاك الانتظام ديال الوجبات الوقت واش كيأثر حتى هو. سؤال مهم أيوة. جدا يوسف برافو. هذا ذكرت ترى مع 11 كنت الضم والعصر هي غير شي خفيفه، ولكن الا مشيت مثلا شي نهار تعرضت ولا مثلا هذاك الصباح الليل كامل الحرقه كتعذب بزاف. واخا سي يوسف، شو رايك دكتور؟ كثير الناس كياخذوا هذا الروتين ديال اكزاكتومون. بونجور سي يوسف، ميرسي، شكرا على التساؤل ديالك. الوغ تنظيم الوجبات هو تنظيم الوجبات بحال واحد العاده كيولفها الانسان. هو نورمالمون مزيان ان الوجبات يكونوا في الوقت، اللي هو الفطور في الوقت ديالو، الغداء في الوقت ديالو، العشاء في الوقت ديالو. من الانسان الذات ديال الانسان كتاقلم، خاصه اذا كان واحد نظام غذائي من بكري. كتولي مولفه هذاك النظام الغذائي ملي كتبدلو. مثلا ملي كيف ما قال سي يوسف كتعرض ولا كتمشي، كتولي انك تاخذ واحد الوجبه دسمه بالليل، كتحس بالحرقه. بحال الذات ديالك طف كتقول ليها شي حاجه ما مولفهاش. هذاك النظام الغذائي الا كان ولفو سنوات مزيان، الردات ديالو كتاخذ المكونات ديالها، كتاخذ الحاجيات ديالها، ولكن ملي كتجي كتبدلو هي فين كيبدا المشاكل. بالنسبه للكينه اللي قال كياخذها ما كيبغيش ياخذها ديما، خصو يشوف واش عنده كيف ما قلت لك، واش كاين عنده مشكل في الاساس ديال المعده ديالو، واش كاينه شي حاجه اللي كتاثر على الافرازات ديال المعده ديالو كتخلي الحرقه ديالو كثيره بالليل. يعني إن فوا يداويها ما يبقاش محتاج الكينه ياخذها كل نهار، ديما يداوي الاساس وديك الساعات ما يحتاج انه ياخذ الدواء كل مره. واخا هو مساله ايجابيه انه الجسم ديالنا ما نعطيهوش وجبات بالليل نكثروا عليه مثلا. اكزاكتو مزيان ما ياثر في فوال. لا ما ياثرش، حيت كل بالليل حتى الجهاز الهضمي كيرتاح. خصك ما تعطيش الخدمه اكثر اللي غادي تهلك الكبد، اللي تهلك البنكرياس، وانت ناعس ما كتخليش الحركه. كل ما كنتي كتاكل وكاين الحركه كل ما سهلتي عمليات الهضم. ملي كتاكل وكتنعس كلشي كينعس، الهضم كيولي ثقيل، الافرازات كتولي ثقيله، ومن هنا كيبداو المشاكل. صح. شكرا لك دكتور على الجواب، شكرا سي يوسف على التفاعل ديالك معنا. مرحبا بكم اكيد على ارقامنا المعتاده اللي غنعاود نذكر بها، اللي هي 0522 31 33 33، او رقمنا الثاني اللي هو 0522 30 30 00. حاضر معنا في بلاتو برنامجكم الاسري لاله فاطمه دكتور خديجه لامي، دكتور اختصاصيه في امراض الجهاز الهضمي. تنتكلموا على تغييرات النظام الغذائي خلال فتره الاحتفاليه بالعيد الاضحى السعيد على صحه الجهاز الهضمي. كثير الناس عانوا من بعض المشاكل الهضميه، حاولنا نضويو عليها ونحاولوا نشوفوا حتى المسبب، لانه ما كتعرف السبب دكتور العلاج ديالو كيكون، وبالتالي الشخص كيرتاح. تكلمنا على التوازن البكتيري، قلنا مساله نقطه مهمه كتعاون في عمليه الهضم. مساله ياك واضحه وخصنا نعاونوا ديك البكتيريا النافعة، باش غادي نقدروا نعاونوها دكتور تقوم بالواجب ديالها؟ كنعاونوها بنظام غذائي متوازن. داكوغ، يعني الاعتدال في كل في كل في كل حاجة، والاكل يكون لاسيت، يعني التبصيل ديال اللي غناكلوا فيه يكون فيه متنوع، يعني يكون فيه البروتينات، يكون فيه الالياف، لا يخليو لا يسهلوا العملية ديال الهضم. وكل ما تسهلت العملية الهضم عارفين بان الجهاز الهضمي كيخدم مزيان، البكتيريا كتخدم مزيان. ان فوا كيكون ان ديزيكيليبر ما كيبقاش
خلل التوازن كنعرفوا راه مشكل كاين، كنعرفوا بان المشكل راه كاين، يعني كليتي غير اللحم بوحدو راه كتقلب على المشكل. اكزاكتومون اكزاكتومون، حيت بحال كتعطيه الخدمه وانت ما عندكش الوسائل انه يهضم هاد الماكله، ومن هنا كيبداو المشاكل من بعد. دكتور عندنا اتصال من فاس، غادي نبقاو في منطقه فاس، نحيو ساكنه فاس سي عبد الواحد. سي عبد الوهاب السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا سي عبد الوهاب. بارك الله فيك، شكرا على اختك. مرحبا سي. كنشكرك على هذا البرنامج القيم، الله يجزيكم بخير. شكرا للدكتوره على اي معلومه كتمدينا بها. غير عندي واحد السؤال، الله يجزيك بخير. انا عندي واحد المشكل في الصيام، كتجيني حرقه. في الجوع انت في الصيام كتجيك حرقه. غير في الصيام، يعني الحمد لله الامور يعني اليوميه يعني عادي الحمد لله، ما عنديش شي مشكل في المعده، غير يعني فاش كنصوم كنحس بالحرقه في المعده. شو رايك دكتور؟ هذا هو التساؤل ديالي. شكرا جزيلا. شكرا سي عبد الواحد، الله يودي. مرحبا، هذا هو صباح الخير سي عبد الوهاب. الو، هذا المشكل ديال 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 الحموضه ديال الحرقه اللي كتكون في الجوع، هي تقدر تجي في الجوع، تقدر تجي من بعد الماكله. كل دات وكومو يلفا وفين عندها المشكل. ملي كتكون الحموضه في الجوع، عرف بان كاين الغشاء ديال المعده لداخل كاين فيه التهاب، داكوغ، وكيفرز بزاف ديال 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 الافرازات، وهاد الافرازات هما اللي كيبقاو يطلعوا كيدير لك هذيك الشجير ولا ديك الحموضه اللي كيحس بها الانسان. ملي كياكل بحال كطفي هذيك الحموضه، والمعده كيولي عندها الكونتون عندها باش انها تهضم لداخل، كتنقص النسبه ديال هاد الحموضه ما كيحسش بها الانسان. دونك هنايا خص هذاك الالتهاب خصو يزول بالادويه، هاي خصو يزول واحد المده معينه ماشي دائما، واحد المده ياخذ فيها الانسان الدواء ديالو غتحيد هذاك الالتهاب، ما يبقاش يحس بهذا المشكل. حيت كل كيف ما قلت لك كاينين جوج الحالات، سواء كتجي من بعد الماكله ياك، سواء كتجي على الجوع. على الجوع غالبا كيكون الغشاء ديال المعده ملتهب، هو اللي كيخلي هاد الافرازات انهم كيكثروا، دونك غيخصو العلاج وكيمشي. مشاكل بسيطه شويه، ماشي شي حاجه كثيره. يعني انا كنشكرك الصراحه على الجواب سي عبد الوهاب، مزيان انه اتصلتي. سير دير استشاره، الله يرضي عليك، دير تشخيص. مشكل الالتهاب في حد باقي في البدايه ديالو، وهكذا ما يبقاش عندك مشكل اثناء فتره الصيام. دائما راه الاشاره اللي عندكم اي تساؤلات مستمعينا، احنا مازلنا مستمرين بطبيعه الحال في حلقتنا ديال اليوم بث مباشر. كنتكلموا على مشاكل الجهاز الهضمي نتيجه التحول الغذائي اللي عرفته يمكن معظم الاسر المغربيه بفضل يعني الاحتفاليه ديالنا ديال عيد الاضحى السعيد، كيكون عندها تاثيرات على الجهاز الهضمي. كثير ديال الناس عانوا من هذه المشاكل، فهنا كنبغيو نضويو على اهميه التشخيص، ولا كان شي مشكل بسيط نحلو في البدايه ديالو. ياك دكتور؟ حاضر معنا دكتور خديجه لميع، اختصاصيه في امراض الجهاز الهضمي. لنعاود الموضوع بعد محطه اعلانيه تمام العشرة، ومن بعد راجعين تدرون. مستمعينا الاعزاء مرحبا بكم معنا، تحيه حب وتقدير اكيد لكل متابع وفي. حنا في بث مباشر هذه العشره تقريبا وجوج ديال الدقائق بعد محطه اعلانيه خفيفه ظريفه. حاضر معنا دكتور خديجه لامع، اختصاصيه في امراض الجهاز الهضمي. مشكوره حبيبتي على حضورك معنا، شرفتينا بلاطو لاله فاطمه. وتنتكلموا على مشاكل الجهاز الهضمي عند بزاف ديال الناس، كاين بعض المرات كتكون مشاكل مخبيه ومستوره، غير بمجرد تغيير بسيط في نظام الاكل ديالنا. احنا مقبلين ماشي فقط غير للعيد، لعيد الاضحى واكيد شهور ديال الصيف، كلشي كيتخربق، الوجبات كتبدل، الاكل كيتغير، كاين كيعطيه مشاكل كثيره، ما كيقدرش مسكين انه يعني تحياته اليوميه العاديه يعيشها بطريقه عاديه. حنا غادي نتكلموا على الشق النفسي ايضا والتاثيرات ديال الجهاز الهضمي ما كتاثر على نفسيه الشخص وكتخليه ماشي هو هذاك. وانت اضرب هذه المساله هي كدكتور. غادي نمشيو ناخذو دفعه من المكالمات صراحه. كان معنا مجموعه من المكالمات، مازال معنا؟ طيب للاسف انقطع الاتصال. معنا شيماء دابا من وجده. صباح النور شيماء. صباح الخير دكتوره سميه. صباح الخير حبيبتي، مرحبا بك. مرحبا بك، هيا الدكتوره معك، تفضلي. برافو سميه، كيراك الاميره؟ الله يبارك فيك حبيبه، الحمد لله كلشي بخير. وانت كدوزتي العيد؟ الحمد لله دكتوره. ماشي مشكل، ماشي مشكل، بيناتنا ياك خربقتي كليتي شويه بكبوكه شويه ديال ياك. اشنو كليتي في هاد العيد؟ دكتوره انا عندي بوزوي وعندي الميضه، ولا كل شي حاجه كضرني. عندها بوزوي ياك، ولي كليتيها كضرك؟ واه ولا جات هي كتوجعني، الحريق كيوجعني.
لكن ما كنتش حاضر ما كنتش حاضر ما كنتش حاجه داكو الحمام ما نقدرش ناكل الشحال ما كنبقى حتى نفسيا وعندي غير بحال في هذا بحال هكا الحريق داكو واخا وهذا المشكل قديم هذا لا قديم هذا شي عام هكا شي عام داكو واخا الو خصنا نعرفوا بان البومزوي اللي وهو واحد لابيلاسيون شائعه عندنا في المجتمع شنو هو خصنا نعرفوا شنو هو داكو كاين واحد الكمشه ديال الاعصاب واحد الكبه ديال الاعصاب كاينه في الجهاز تحت المعده كاينه في الجهاز الهضمي هاد الكمشه ديال الاعصاب الدور ديالها انها كتهيج الجهاز الهضمي كتهيجو باش يخدم تاتيغ باش يدير الوظيفه ديالو وهاد الكبه ديال الاعصاب عندها واحد لو ريتم كتخدم بواحد النظام ملي كتهيج اكثر من القياس كتبقى يحس الانسان بحال لي باطمه بحال الدقات ديال القلب في المعده ديالو كيحس بها هاد الكبه ديال الاعصاب كتخدم اكثر من القياس ديالها داكو كنبقاو نحسوا بها وشنو اللي كيهيجها اكثر من القياس هو شي التهاب ديال شي عضو حداها هي كاينه في واحد الصوت كاينه في وسط الكرش واي التهاب ديال شي عضو اللي داير بها كيهيجها وكيخليها تخدم اكثر من القياس ويحس بها الانسان وكتضر داكوغ دونك العلاج شنو هو خصك انك تداوي هذاك الالتهاب ديال داك العضو باش ستيميلاسيون باش التهيج ديال هذيك الكبه ما يبقاش وهنا كاين علاج ديالي ديك الساعات كتشوف واش الالتهاب كاين في المعده واش فين في القولون ولا فين كاين ملي كتداويه هذاك التاثير ديال هذيك الكبه ما كيبقاش هذا الشيء هو العضوي هو الجانب العضوي من هذا المشكل وكاين الجانب النفسي بحال كاينين جوج ديال الشقين من العلاج دونك خصك تداوي الجانب العضوي اللي هو ملموس اللي نقدر اننا نتحكموا فيه كيبقى الانسان عنده الجانب النفسي اللي كتعاونوا بوسائل انه يتغلب عليه داكو دونك خصنا نداويو العضوي الا ما داويناش العضوي النفسي عمره ما غيداو يعني حتى بنظام اكل تقول كتقلل من الماكله ولا ما تبقاش تاكل ما غيفيدش تحل المشكل خص المشكل العضوي انه يتحل ديك الساعات النظام الغذائي خصو يتقاد النفسيه ديال الانسان خصها تقاد والناس كيخرجوا من المشكل بطريقه بسيطه طيب حبيبتي شكرا على الجواب ونتمنى اخت شيماء استمعت لانه خص وقت ياك خص وقت مي خصنا نفرقوا المشكل ملي كنفرقوا كيسهل الحل ديالو كنداويو العضوي وكيبقى لينا النفسي طيب شكرا لكم دائما على تفاعلكم مستمعينا احنا مازلنا مستمرين في هذا اللقاء اكيد المفتوح المباشر سلام كبير متتبعين تاعنا الاوفياء والاصدقاء ايضا اللي كيسمعوا معنا في هذا اللقاء المهم كثير ديال المشاكل الدكتور ديال الجهاز الهضمي بما فيها اصابه بمرض الكبد الدهني نتكلموا على هذه النقطه بالتحديد لانه كيجونا الرسائل كثير عليها ياك وانت شرتي لها قبل يعني الكوليسترول يعني شبيب هذا الموضوع كيفاش ممكن انه بنظام الاكل ديالنا في العيد الاضحى يقدر ياثر لينا ويظهر لنا ولا يسرع من ظهور المشكل ديال الاصابه بمرض الكبد الدهني الو استياتوز هيباتيك ولا مرض الكبد الدهني هو واحد المرض اللي هو شائع كاين عند الناس بزاف كاين انا نقول لك واحد الحاجه ولا عند الناس تلمو عند الناس ولا ولينا نشوفوا حتى عند الناس الصغار كيجيك شي واحد في لا كونسلطاسيون عنده 15 عام كدير التلفازه كتلقى الكبد ديالو عامر بالشحمه يا الله هذوك ديال الامراض ديال الناس الكبار اللي كيكونوا النظام الغذائي ديالهم محتم عليهم ما بقاش عادي ما كيتحركوش بزاف ديال العوامل سيدونتاريتي بزاف ديال العوامل كيخلي تراكم ديال الشحوم في الكبد وكاين كنشوفوا رياضي خصو يكون ياك هذا الشيء كيدل على نوعيه ديال الماكله الماكله لابوف اللي كاينه في الشارع اللي كياخذوا الفاست فود اللي كياخذوه لي جان هو اللي كيخلي هاد الكبد الدهني ولا كيبدا في واحد العمر اللي صغير داكوغ وعاد قله الحركه معاه اكزاكتو ياك وكيقدر يكون عنده عواقب يعني من بعد على صحه الانسان الكبد الدهني كنشوفوه ما عندوش اعراض معينه سيتادير لا بليبار دو طون غالبا كنلقاوه صدفه ملي كنديروا التلفازه للمريض على على عرض واحد اخر ملي كيكون المشكل ديال تراكم الدهون المشبعه في الكبد هاد التراكمات مع الوقت كيادوا ان الكبد ما كيبقاش الوظيفه ديالو كتدم
نورمال كتم عادي. هاد الوظيفة ما كتمش عادي، واحد المرحلة يقدر أن الكبد كيتبدل كاريمون وكيبدأ كيدخل في التشمع، كيولي بحال الكبد الدهني بحال الفيروسات، نفس التأثير الفيروسات تأثير اللي هو غابيد مسرع، الكبد الدهني كياخذ شويه ديال الوقت ولكن هو كيؤدي نفس النتيجه اللي هي تجمع امراض اللي خطيره في الكبد. يعني الماكله ديالنا راه تقدر انها تكون مسبب خطير بحال الفيروسات على الكبد. طيب متى كتفاقم هاد المشاكل الجهاز الهضمي حتى كتبلغ لنا مرحله التسمم الغذائي الحاد؟ كنسمعوا تسمم، تعرض للتسمم، واش فعلا خدا شي حاجه اللي هي فيها ميكروبات وفيروسات ولا غير ماكلتنا اللي كانت مخربقه انت درت لنا بحال تاثير ديال التسمم الغذائي؟ وكاينين نفسروا هذه النقطه هذه. داكوغ، وكاينين كاين الاحتمال ديال 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 التعفنات والفطريات اللي يقدر ياخذهم الانسان في اللحم بحال الاجواء الحاره، راح يكثر شويه الحراره بحال بروبليم دي كونجيلاسيون ماشي هو هذاك. سالمونيل هي كدير له تلقي بزاف، كدير له الحمى، كدير له الاسهال الحاد، هذه ممكن يتعرض لها الانسان. ملي كيكون كيف ما قلت لك الكونسيرفاسيون يعني الاحتفاظ باللحم ماشي هو هذاك، الكونجيلاسيون ماشي هي هذيك، هادو عوامل كيخليو البكتيريا والطفيليات انهم ينتشروا في اللحم. هذه من جهه. من جهه اخرى هي الافراط، ملي كتاخذ بزاف ديال اللي كتستهلك بزاف ديال اللحوم، هذا الشيء كيأثر على 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 الهضم وكيخلي الانسان بلوكي سيغتامون، كيقدرش انه يتنفس، كيقول لك صافي راه توقف كيتوقف. هذه الكميه والدهون كتدخلهم بواحد الطريقه كثيره، البنكرياس ما عندوش الوقت فين يخدم، المراره ما عندهاش الوقت فين تخدم، الكبد بحال لا مسان شوك كيتسمى ان شوك، كتعطيه بزاف وهو ما قادرش انه يخدم. وحنا فين هذا العدد اللي يعني كناكلو حتى كان تخمخي تكفي ياك تخمخ ماشي صافي شبعت، راه كتعرفي جسم ديالك شبع كتوقفي اكزاكتو، مادام الطبسي الباقي عامر كتاكلي كتولي ماشي مشكل، والجماعه ماشي مشكل ماشي ان سيغتان مومون هي فاش كيتعرض الانسان للمشاكل. دكتور حبيبتي غادي ننتقلوا لاكادير، غادي ناخذوا اتصال سي علي، نسمعوا السؤال ديالو. سي علي السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام عليكم سمية. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك سي علي. مرحبا. غيبة طويلة. مرحبا مرحبا، احنا غيبة العيد احنا كاينين. مرحبا. بالنسبة لينا حنايا ما انتوا موجودين. غيبة ياك والو باس، كنتي مسافر؟ لا الحمد لله ما هو بصاري بخير. مرحبا. الدكتورة معاك لاباس عليهاك بخير. الحمد لله. تعيدوا تزيدوا حنا وياكم مسلمين مجمعين يا رب. ان شاء الله بالصحة والسلامة وبالرزيق يا ربي. تسوقنا كلامكم زين، تسوقنا كلامكم زين البرامج زينه والمسائل يعني في مراحل يعني عالية. مرحبا مرحبا يعني بك سيدي في اي وقت. انا نسول لكم دريكه، كنت اللي كيتفودني وجاي نتصنت للبرنامج ديال سميتو حين كيمشي للريزو هكا، يلا دخلت المنزل واتصلت بكم دابا يعني مرتاح نتيني. مرحبا بك تفضل سي علي، شنو المشكل اللي على بومزوي؟ اشنو الترابط يعني؟ سمعت ولكن ما شديتش مزيان. الترابط ديال بومزوي بالقلب وبالامعاء وبالبطن بجهة البوط ويعني بالمصران الغليظ، هل هما ترابط بينهم يتواصل مع الدماغ مع القلب مع الامعاء؟ هذا بونزوي هذا يعني مؤثر على الناس بزاف غالبا، ولكن بعض الاحيان الانسان اللي كان يستعمل مثلا بحال مسائل طبيعيه مثلا كيقاوموا مثلا بحال الخبز الشعير بحال حريره خفيفه بحال شي حاجه يعني اللي كتقاومه هو مثلا كتعاون، ولكن الانسان اللي ما تعطل شي حاجه اللي ما ماشي 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 التغذيه مزيانه يعني هذاك مزيان يعني بحال الانسان البطن ديالو خاوي كيعود يخبط يخبط بحال هكا يعني الخبط هكا تيان وكيقول لك حكني بومزوي حكني المعده حكني كذا لدى الرجع. والدكتوره نشكرها قبالة بزاف يعني تكلم لنا على قطعان اللحم يعني هل له سبب مثلا مع بومزي ومع مع العصاب ولا شي حاجه كيضرب الانسان قطع اللحم في اي جانب؟ واخا سيدي علي شنو السؤال بالضبط كتسول على بومزوي ياك؟ لا فهمت داكو واخا سالي. الوغ بالنسبه للبومزوي كيف ما شرحت مسبقا هو واحد المشكل اللي عنده واحد الجانبين
في العلاج ديالو هو الجانب العضوي والجانب النفسي. الجانب العضوي هاد البومزوي هو واحد الكبة ديال الأعصاب اللي كتهيج بشي التهاب ديال شي عضو وحده كيف بحال المعدة والأمعاء. ذكرتي بأن الناس اللي كياخدوا مثلا الشعير كياخدوا الخبز الكامل كيتفادوا المشاكل ديال البومزوي. علاش؟ حيت هذاك المكون ديال الخبز الكامل كما كيخليش كيخلي النصران يخدموا مزيان, كيخلي البكتيريا النافعة أنها تخدم مزيان, وما كيخليش التهاب ديال النصران أنه يبان. دونك ها احنا حيدنا واحد الالتهاب. داكو جانب واحد اخر قلتي اعراض ديال القلب وديال التنفس. هلا خصك تعرف بان الجهاز الهضمي فيه هادوك التويويات كاملين اللي لداخل ومهيجين بالاعصاب. يعني النفسيه ديال الانسان كتدخل كتاثر الى تهيج الى كان هذاك العضو مريض راه غادي ياثر على النفسيه ديال المريض, وكيولي يحس براسو مخنوق, كيولي يحس براسو الدقات ديال القلب انهم كيتزارعوا كيتسارعوا بزاف. الاحتمال ديال الدقات ديال القلب كيتسارعوا وضيق التنفس ملي كيكون الالتهاب متعلق بالمعده. داكوغ, هذا الالتهاب اللي كيكون في المعده كيكون ديك الحموضه اللي ما كيحسش بها الانسان سيلونسيوز ما كيحسش, ملي كطلع كتهيج الاعصاب اللي كاينين في البلعوم كيأثروا على القفص الصدري وكيسرعوا الدقات ديال القلب. كيحس الانسان بحال فيه شي ضيقه, بحال فيه القلب ديالو كيمشي يشوف طبيب ديال القلب طبيب ديال التنفس, الوغ كل مشكل جاي من المعده. دونك ملي كنداوي المعده هاد الاعراض كلهم كيمشيو. يعني بومزوي خصك تداوي الالتهاب اللي كيهيج هاد الكبات الاعصاب اللي كيحس بها الانسان. ان فوا كداويها كيمشي وكتاخذ واحد النظام غذائي متوازن, من بعد صافي المشكل كيتحل. شكرا لك دكتور على الجواب, شكرا لك سي علي على المشاركه ديالك معنا. نتمنوا تكونوا كتستفدوا انتم عامه, يعني اللي كيقدر انه يعيط لينا ولا اللي كيواجه نفس المشكل وكيستمع بتمعون. فاهم حاجه هو انكم تعرفوا تشخصوا بكري وكل حاجه راه ليها الدواء ديالها. فاهم حاجه هو نعرفوا السبب الاساسي. غادي نمشيو غير فاصل قصير اعلاني ممكن دكتور, ومن بعد راجعين غادي نوصلوا عندنا مجموعه من الاسئله باش نوضحوا الفكره ديال الجهاز الهضمي ديالنا اللي كيتاثر في الظرفيه الاحتفاليه بعيد الاضحى السعيد عند بزاف ديال الناس. شو اهم الاعراض والمشاكل وامتى نبداو التدخل ديال التشخيص والعلاج والادويه وغيرها بعد هذا الفصل. خليكم معنا لكم مستمعينا على الإيقاعات الجميلة جدا. كنحييكم أكيد, كنحيي محبتكم وتنشكر شكر خاص دكتور خديجة لامير اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي اللي منورنا في حلقتنا ديال اليوم. دكتور غادي مزيان ياك, أجواء زوينة, احنا غادي مع المستمعين ديالنا. معنا سي حكيم من تونات, ناخذ السؤال ديالو ونسلموا عليه. سي حكيم صباح الورد لالا شوميه. صباح الخير يا سي حكيم, مرحبا بك. تحياتي للاستاذه الكريمه. الله يبارك فيك, مرحبا. واش لكم مبروكه علينا وعليك سيدي علينا. انا سمعت مؤخرا مؤخرا في الاستماع الاستاذه على واحد الطريقه ديال اللحم. استاذه اي كنسمعك. بالنسبه للحم مفوره واش مزيانه ولا عيانه استاذه؟ لا اذا كان مفوره واش هي احسن من المشويه ولا لا؟ ولا المشويه اللي احسن من مفوره؟ وبالنسبه للقديله استاذه اللي كتشمش القديد هي واش ما عندوش غير على الصحه ديال البنادم؟ واخا سيدي على الراس ولا هنا سي حكيم. شكرا لك, شكرا لك, الله مبروكه. الو طريقه الطهي اكزاكتوم مخر مع المشوي مع شكون يكثر فيهم؟ الو بالنسبه للمبخر هو واحد الطريقه اللي تمكننا من التخلص من الدهون. داكوغ, كيبقى اللحم هي يعني بالنسبه للمقارنه مع المشوي هي احسن, هي افضل. داكوغ, حتى على العمليات الهضم كتكون اسهل وكتكون خفيفه. بالنسبه للقديد الو اللحم المجفف, اللحم المجفف هو كيمشي بعض المكونات ديال اللحم. هذا هو السلبي في اللحم المجفف. يعني كاينين شي حوايج اللي كيفقدهم ديك دال ديزيدغاتاسيون, ديك النشوفيه ديال اللحم كتفقدوا واحد العناصر واحد المعادن ما كيبقاوش. كتبقى تاكل غير المذاق, ما كاينش المنفعه ديال اللحم. هو من ناحيه البكتيريا, من ناحيه التعفنات ما تيكونوش, حيت العامل ديال الماء مشى في اللحم ديزيدغاتا, يعني تيبس مزيان وينشف مزيان. اكزاكتوم, ولكن
هادوك المعادن راه نافعين للذات ديال الانسان. دونك كاين واحد لا بارتي اللي كان ما كنستافدوهاش كنفقدوها. الهضم ديالو ساهل ولا صعيب حتى شويه؟ الهضم ديالو كيكون ساهل. كيكون ساهل الا ما كثرنا شويه بزاف. الا ما كثرنا ديما خص الكثره ما تكونش. هذا المنطلق ديال المبدا ديال الدكتور. قالت لي الاعتدال في كل شيء راه ما كيضرش. خليتيها تذوق ولكن بلا حرمان ولكن ما تكثرش. نتكلموا ايضا على حنا هضرنا مسكين تهمنا غير اللحم بوحدو ياك، ولكن ماشي ديما اللحم كيكون هو المتهم الرئيسي دكتور. ففي الاجواء ديال العيد، الاحتفاليات العيد، تبارك الله ربات البيوت الامهات ديالنا صلعين بالحداقه ديالهم كيتفنوا في تحضير بزاف ديال الحويجات، عاد خلط بزاف ديال الامور اللي كتكون في مائده واحده. نعطيك مثلا الحلويات، اكيد احنا في العيد كناخذوا الحلوى نشربوا باتاي، المشروبات الغازيه اللي كندوزوا بها الماكله، الاطعمه الدهنيه اللي كتكون كميه كثيره، هادشي كله كيقدر يسبب لنا مشاكل عسر الهضم. يعني ماشي فقط غير استهلاك ديال اللحم بوحدو. اكزاكتو الاستهلاك ديال اللحم، ديال الدهنيات، ديال كيف ما قلتي المشروبات الغازيه، السكريات، التخلاط بزاف راه هو مضر سي نورمال. وهذا الشيء في اليوميات ديالنا ماشي غير في العيد. التخلاط كيخلي ان الذات ديالنا ما كتستافدش من الماكله، بالعكس كتعييها، كتعطيها واحد الطاقه اكثر من الجهد ديالها انها تخدم، ومن هنا كيبداو المشاكل. نتكلموا على واحد جزء مهم ايضا في تحضيراتنا ديال عيد الاضحى السعيد. كتعرفي التوابل والعطريه ضروري ما كتكون ياك خاصه جديده مجهده، انواع مهمه. بعد مره كنخلطوا بزاف ديال المكونات. هاد الاطعمه المتبله بزاف والحاره بعد مره كنبغيو نحبوها ناكلوها حاره، بحال القطبان ما كانوش حارين ما كاين والو ياك دكتور، فكتقدر تكون مسبب مشاكل ديال المشاكل الهضميه، العسر الهضم، الحموضه، الحرقه وغيره وغيره. هل فعلا الا كثرنا منها؟ انت قلتي لو مو ماجيك، يعني الا كثرنا التوابل. والتوابل كتخلي الانسان الفائده ديالها انها كتخلي الانسان ما كيستهلكش بزاف ديال الاملاح. داكوغ، الملح ما كيستهلكش الملح بزاف، التوابل كيخلوا الماكله مقاده بنينه متوازنه، ما كتستهلكيش بزاف ديال الملح اللي هو واحد الحاجه مزيانه. التوابل كيساعدوا حتى هما على الهضم ماشي ما كيساعدوش، مي ما نكثروش منهم. الحار حتى هو مزيان عنده منافع ديالو، ما يكثرش في الانسان. هادو واحد هذا هو رجعنا لنفس النقطه، ما يكثرش الانسان، اما راهما مزيانين خص الانسان يديرهم كيعاونوا في الهضم. دكتور غنتكلموا كذلك على واحد الشق اللي هو مهم هضرنا عليه ولكن ما خصنا نرجعوا له، الشق النفسي. خليني من المشاكل الهضميه اللي كتقدر انها تعطينا مشاكل نفسيه. حنا دابا غير التوتر وتعرفيو العصبيه اللي كتكون بالشقه الكثير، خصوصا كنتكلم على الامهات وربات البيوت الله يحسن العوان المساكن كيعانيوا في هذه الظرفيه ديال العيد، الشقه كله الضغط عليهم، كتعصب الام، الاجواء زوينه ولكن كيكونوا هذه المسائل هذه، باش ما نكونوش تنكذبوا كيكونوا هذه المسائل. واش الا تعصبات السيده ولا مثلا كانوا مشاكل نفسيه ولا مثلا توترات ولا غوتات كيقدر ياثر على الجهة؟ كاين علاقة حيت واحد بحال قلتي سي ان كونتينوم، بحال قلتي شي حاجة مرتبطة كتبدا من واحد البلاصة وكتسالم واحد البلاصة، والجهاز الهضمي بحال مع النفسية ديال الإنسان مرتبطين. كيف يفيق علينا مثلا مشاكل هضمية؟ يقدر يفيق علينا إذا توترنا وتعصبنا. اكزاكتومون، ديما العصب هو واحد الفاكتور ديكلونشون، ستريس واحد الفاكتور اللي واحد العامل اللي كيهيج. واخا يكون الإنسان كتكون واحد لاباز اللي مريضة ياك، وكيجي العصب كيهيج كيفيق بحال العصب، بحال ستريس، بحال شي ماكلة ماشي هي هذيك، بحال دخلتي الإنعاش على مشكل واحد آخر، كامل هادو مسببات كي ديكلونش المشاكل ديال الجهاز الهضمي. التوتر ولا ستريس ولا الخدمه بزاف الانسان في هذه الظرفيه ديال العيد قدر كتهيج عليه شي حاجه كانت قديمه، ولا كتاثر ليه الجهاز الهضمي ديالو كيتخربق، ولكن كتكون لحظيه من بعد كتمشي. يعني فوق كيدي ستريس الانسان كتمشي. الا بقى المشكل مده خصو يمشي يستشار باش يشوف المشكل ديالو الاساسي فين كاين. عاد المساله الاساسيه هي ملي كيكونوا مشاكل الجهاز الهضمي كتاثر على حياته اليوميه، مسكين كيولي متوتر، خدمته ما هي مخدمه. سي ان سيركل فيسيو، واحد الحلقه مفرغه اللي كيدور فيها الانسان، اللي كيدور فيها مسكين. خصنا نحلوها،
باش كنحلوها بالحاجة اللي ملموسة اللي نقدروا أننا نتحكموا فيها اللي هو العضوي. خصنا نداويو العضوي اللي كنتحكموا فيه باش النفسي يتبع معنا. هو مزيان دابا جينا في ياك في الاساس من هادشي كامل، لانه فعلا كلشي عانى من هادشي كامل، ولكن خاصنا حلول يا دكتور. فبالتالي انه كيفاش ممكن نتجنبوا هاد المشاكل ديال الجهاز الهضمي؟ اللي كاين شي شخص اللي كيقول لك انا مولفه وضروري ما كندوز منها وكنصبر ليها وكدوز، ولكن لا خاص ينتبه شويه، لانه دازت هاد المره مره اخرى يقدر ما تدوش عادي. اكزاكتوم. واللي في كوميلاتيف يعني تراكمي، دازت هذه المره ما كيعنيش بانها دازت بدون مخلفات. كدوز هذه المره كتخلي واحد الاثار، كدوز المره بحال كيف ما هضرنا قبيله على الكبد الدهني. الكبد الدهني راه ماشي العيد هو اللي كيسبو، الكبد الدهني راه كاين طول السنه، غير العيد ملي كتاخذ الدهون المشبعه بكميه كثيره كتعاود بحال كتسرع المشكل ديالو. بالنسبة للوقاية، الوقاية خص في هاد الظرفية ديال العيد خص الإنسان يتحكم شوية في راسو، مي يطلق العينان نهار الأول ماشي مشكل، نهار تاني ماشي مشكل، مي ما يفوتش داكو. اللحم ما خصوش يفوت وجبة واحدة ديال اللحم في النهار، ماشي كل وجبة خصو ياخد فيها اللحم، وهذاك اللحم اللي ياخده راه كاين واحد النسبة ديال 250-300 غرام للشخص ياك، وياخد معها داكشي اللي غيعاون هذاك اللحم بأنه يتهضم بحال خضروات الألياف الخبز الكامل داكو. هذه من جهة. ما خص الإنسان ياكل بالليل لي روبا تاغدي، ما خصهمش يكونوا، خصو يتغيطا مزيان، خصو يشرب الماء مزيان، يتحرك الحركه، خص يتفادى المشروبات الغازيه، يقدر ياخذ العصائر طبيعيه مزيان حسن ليه من الوغ شنو اخر هادو كيعاونوا في هادشي كله كيعاون الهضم، المضغ الجيد. المضغ الجيد عندك على اهميه المضغ الجيد. عرفتي تخيلوا معايا شحال عمليه الهضم كتبدا من المضغ ياك؟ سي واحد السلسله، الا واحد الحلقه ما دارش كيف خاصها دير راه تاثر على الباقي. حنا كناكلو نهضروا، ناكلو نتحركوا، ناكلو نسخروا ياك، هادو كتشوفي في المجتمع ديالنا ولا في تقاليدنا عادي هادشي، ولكن بعض المرات ما كندركوش الموضوع حتى كيوقع المشكل. نعطيو حق المضغ، حق المضغ. الانسان ياخذ الكميه المناسبه ديال المياه اللي غتناسب الذات ديالو، خصو ياخذ لي روبا كيف ما قلت لك يكونوا متنوعين، الصحن يكون فيه كل شيء باش الهضم ديالو يكون ميسر، ويكون هذا الوقت عاوتاني الكافي ما بين وجبه ووجبه ديال اربعه السوايع اللي كيخلي تا كيهضم الجهاز الهضمي، كيدير الوظيفه ديالو، الامتصاص كيدار وكيستفد من الماكله ديالو. دكتور شي وصيه شي نصيحه ما قلناهاش، شي حويجه ممكن غابت عليا ما انتبهتلهاش ممكن تركزي عليها اكثر؟ الو انا الحاجه الوحيده اللي خص ياخذ الانسان من هذا الموضوع اللي هو ناكلوا كل شيء ما كنمنعوش. انا ماشي مع السياسه ديال حيد هذه وحيد هذه، كل شيء وكلوا بالتوازن، وديما النهار ديالك ما تاخذش اي كاينين دابا لي جون كياخذوا المعجنات، بزاف المعجنات، بزاف الفاست فود، هادشي خصنا نتفاداوه، خصنا نتفاداوه، ناكلوا ماكله اللي متوازنه فيها الخضره، فيها الخبز، فيها البروتينات، باش عمرنا ما نضطروا اننا نمشيو نكونسلتيو. ان شاء الله حبيبتي، كنتمنوا الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. والاهميه ديال التشخيص شي حاجه اللي هي ضروريه، حسيتي بشي تعب، حسيتي بشي علامه ماشي هي هذيك، فحاول استشار مع الطبيب ديالك في البدايات ديال المشكل حتى ما كتبدا شي مشاكل اخرى اللي كتصعب علينا. دكتور خديجه لامع شرفتينا والله العظيم، وانا كنحييك على حضورك الزوين، انسانه شخصيه طيبه هادئه جدا، وكتقول لي شوف انا بغيت نوجه تحيه شكر لكل مراه مغربيه تبارك الله مجتهده، فانا بدوري تنضم صوتي لصوتك وتنحييها لان كيضربوا تمر مساكن في هذه الاجواء ديال العيد، الله يكون في عوانهم طول العام، خلاتها طول العام طول العام العيد فنشوفك ان شاء الله على خير في حلقتنا القادمه باذن الله. دكتور خديجه لامع اختصاصيه في امراض الجهاز الهضمي، وهكذا نكونوا وصلنا لختام